بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم هعلمكم طريقة سهلة لترسموا فيها باتمان، وش باتمان. بسم الله، اتكلنا على الله. نعمل زي الحاجب، حاجب تاني. هون الشفة، بهالشكل. هون الدينين، دينين بهالشكل، بهالوضعي. كمان هون الإذن الثاني بهالوضعية. بعدين هون بعدين نمحي الخطوط اللي ركزنا عليها. بعدين بنعدل الحاجب بهالطريقة، الحاجب التاني. بعدين هون الدقن، هيك صار عنا باتمان. بعد هلا ما نلونه، بس هلا بنبلش تلوينه بلون شمع او لون خشب، ما بيأثر. باللون الاسود، قناع، لون القناع من لونه باللون الأسود. بهالطريقة بنبلش تلوين لون القناع باللون الأسود. شغال. وهلا لونا قناع باتمان. فيكم تغمقوا شوي على حواجب باللون الاسود، تغمقوهم شوي، يعني تشدوا شوي على التلوين. كمان الحواجب، الحاجب التاني كمان.
كمان بنفس الطريقة. بهذا الشكل العينين بيضلوا بيض، بس الوجه من لونه باللون بسموه الجلدي، لون خشب بتلاقوه مع الألوان من لون الوجه. وهيك بنبلش بترميم الوجه بهالطريقة هاي. طبعا انا حلون الشفايف لون برتقالي، فحلون الوجه بس باللون الجلدي والشفايف لون برتقالي. وهيك لوننا وجهه المكشوف لباتمان، هلا بنلون الشفايف باللون البرتقالي بهذا الشكل. بهذا الشكل بعدين بنجيب اللون الأسود اللون الشمع، نخطط هون محل الوجه بهذا الوضع بهذا الشكل بهذا الشكل، ونعمل هون الغميزات بهذا الشكل كمان كمان وغميزي، وهون محل الدقن بهذا الشكل هاي الخطوط. بلش وهلأ بنشد شوي على الألوان الشمع، نعمل نبرز القناع بهذا الشكل من جوا بهذا الشكل. كمان بنبرز على العينين بهذا الشكل، العينين بيضلون أبيض. وهيك صار عنا قناع باتمان حلو، وإن شاء الله يعجبكم. هيك صار عنا قناع باتمان وحلو، إن شاء الله يعجبكم. والسلام عليكم.